النجعي تمريرة إلى غريب، هذا غريب وصلها إلى رونالدو، سقط الدون. يطالب بشيء سامي جريس، يقول العب وأطمئن على سلامة أولا، وسأستمع لرائد الزهراني في غرفة الفار المظلمة. رونالدو سقط، الباطن والبطنوية يقولون له ترى ما في شيء يا سامي، لكن سامي سيستمع. شوف عبد الرحمن غريب، إذا النصر سيسجل فغريب سيقدم إما تمريرة حاسمة وإما هدفا سيسجله. سلامات لرونالدو، هذا الاشتراك في اللقطة الماضية اللي كان ما بينه وما بين عبد الله اليوسف. عبد الله اليوسف منعك من هدف ويمنعك من هدف آخر إلا إذا تدخل الفار، وكان هنالك لقطة. النصر يحاول في الشوط الثاني بقوة، الكرة الطويلة إلى الأمام من أمام رونالدو، التغطية الدفاعية بوكية قطعها رونالدو، لكن لازالت مع بوكية اللي بيمشيها بدور إلى بسام تحت الضغط. برافو بسام. حريجي، صافرة أتت من سامي وخطأ لمصلحة الباطن، الكرة لمصلحة بسام الحريجي اللي تدخل. شوف هو عدى من غريب من ثم مر من أمام رونالدو وتحصل على خطأ لمصلحته، التدخل يبدو كان في اللقطة الأولى. عبد الرحمن غريب، الحلول الفردية، غريب والتمرير، الكرة وصلت إلى مران والحلول، الإضافة، الكرة إلى الغنام، عرضية رأسية، رونالدو الأوفسايد على الغنام، كرة رونالدو تصدى لها ناجي ومرت ونجت منها شباك الباطن. شوف اللقطة مرة أخرى، الغنام نعم كان متسلل وقت التمرير من محمد مران وتسديدة رونالدو وصلت إلى ركلة مرمى. على الاستمرار في التشجيع، على الاستمرار في الدعم، الكرات الثابتة سلاح النصر، عرضية غوستافو منذ نزوله بالتأكيد، واحد من اللاعبين اللي يعتمد عليه السيد رودي غارسيا في الأوقات التي يبحث فيها النصر عن إضافة هجومية أخرى في وسط الملعب. تمريرة جميلة وصلت إلى سلطان، الغنام بالقدم اليسرى مرت يا مران وقد لا تتكرر كثيرا يا محمد، الفرص قد لا تأتي تواليا، الكرة اللي بتعدي، شوف عرضية الغنام المثالية جدا، كانت تنتظر مران، كانت تبحث عن سامي، عرضية بالقدم اليسرى انتهت إلى ركلة مرمى لكامبانيا. ألم تشاهد وما قدم مع ريال مدريد وأمام فرق الليغا، مع اليوفي وأمام فرق الكالشيو؟ رونالدو أخذ النفس العميق، رونالدو من أجل كرة في شباك كامبانيا، رونالدو أخطر كرة نصراوية في شوط المباراة الثاني كانت عن طريق كريستيانو، لك أن تتصور حتى الدقائق الثمان الأخيرة نشاهد أخطر كرة نصراوية في شوط المباراة الثاني، هذا هي أتت عن طريق رونالدو لكنها مرت وعدت وانتهت إلى ركلة مرمى. شوفها قريبة، عرفت كيف أضعها في الشباك هالمرة، عرفت شلون أوصلها إلى مرمى كامبانيا هالمرة، دعوها لي وسأضعها في الشباك. رونالدو حتى هذه عدت يا رونالدو، الثالثة لم تكن ثابتة يا دون، انتهت إلى ركلة مرمى بعد فترة صعبة عاشها في اليونايتد، تحديدا منذ قدوم السيد الهولندي تين هاج. نشوف محمد فتيل،
تبديل قادم. هذا الحلول يقول رودي غارسيا الجود من الموجود. نواف بوشل عرضية عرضية تتخلص كرة. حكم المباراة راح يعطي من راب بطاقة صفراء يقول له تمثيل في اللقطة الماضية. هذه إبداع التمثيل في اللقطة الماضية. هذه لن تنطلي علي مران، ما تمشي على سامي. حديث سامي مع مران يقول له لا تعيدها مرة أخرى، لا تعيدها مرة أخرى. الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النصر. شوف نواف العرضية، السقوط، كرة مران، المرور، اللقطة التي يعتقد فيها سامي الجريس أن فيها تحايل عليه ويحتسب خطأ لمصلحة الباطن وركلة حرة غير مباشرة واضحة مران. هذه صعب أن تمر من أمام حكم المباراة، وخصوصا في ظل وجود الفار أيضا يصعب بالتأكيد. شوف كمباريا بلغة الواثق في اللقطة الماضية. رودي غارسيا حديث مع حكم الرابع. علي لجامي يغادر، محمد افتلي يشارك، رينزو لوبيس، رينزو يبحث عن التمريره باتجاه السحيمي لكن كرته عادت مقطوعه. النصف الدقيقه الاخيره، الوقت الاخير، رونالدو تقدم، رونالدو سدد، رونالدو اهدرها. ليس يومك يا رونالدو، ليس يومك يا رونالدو. لم يكتب لك النجاح في مباراة اليوم، لم يكتب لك التسجيل في مباراة اليوم. ليس يومك على الإطلاق أيها النجم الكبير، ليس يومك على الإطلاق يا من تقود النصر هذا الموسم إلى ركلة مرمى لمصلحة الباطن. الوقت الأصلي انتهى. ماجد قشيش، النصر سيستمر في الضغط، سيستمر في الضغط، سيستمر في الضغط، ويعود غريب يسجل التعديل. أبو غريب يعيدهم إلى المباراة من جديد ويقول لهم ليس بعد، لازلنا في ملعب المباراة، لازلنا. هل معها شيء؟ هل معها شيء؟ عرضية من غريب، رأسية من مادو، كرة. النصر عاليا في جدول الدوري يحلق، ونحن نشاهد ونستمتع ونعلق. العالمي فوق. غريب والمساحة، غريب والمكان، غريب يا لعيب، مران والنهاية. لا 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 لا. جنون العالمي يظهر في الأوقات القاتلة. لا يهم كم مرة وصلنا إلى المرمى، الأهم أننا إذا وصلنا احتفلنا، الأهم أننا إذا وصلنا أثرنا، الأهم أننا إذا وصلنا سجلنا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهاردة معنا قصة جميلة جدا. صاحبة القصة بتقول في واحدة أعرفها جالها عافانا الله وإياكم سرطان، وتعالجت بالكيماوي فوق 11 جلسة، ولازمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتركيز قبل النوم، وسورة البقرة كانت بتقرأها، وربنا شفيها. اللهم لك الحمد والشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.